اسمي فاطمة باطوق وجدا متحمسة ان اليوم انا اشتركت في منتدى المرأة القيادية، فان اليوم كان مثال حي ان المرأة كانت قيادية من قبل قيادة السيارات، وحيكون هذه فرصة اكبر لها انها توصل لطموحها وتحقق احلامها. تويوتا الجميلة الرائعة، تويوتا وبس، تويوتا وبس، اكل الجو على الناس كلها وعلى السيارات كلها وعلى الماركات كلها. أنا سيارتي تويوتا، عشان كده أنا أحب تويوتا. سعيدة جدا إن أنا قدمت اليوم فعالية منتدى المرأة القيادية من تنظيم شركة عبداللطيف جميل للسيارات. كانت فعالية رائعة، شكرا.